ما شفنا كده، وزي ما قلنا لكم من بداية الحلقة النهاردة معانا صوت نسائي جميل جدا جدا جدا. هي طبعا من النوبة زي ما قلنا لكم، ويمكن النوبة من الأماكن القريبة قوي لقلبنا بغض النظر عن الناس اللي راحتها أو اللي ما راحتهاش. دايما عندنا كده تخيل للنوبة وشكل بيوت النوبة وكل الناس اللي من النوبة اللي احنا بنحبهم، بنحب كمان طيبتهم كده والكرم بتاعهم، غير طبعا المواهب اللي بتكون عندهم. ومنهم طبعا نسمة اللي منورانا النهاردة، اللي صوتها كده يحسسك ان انت قاعد دلوقتي حالا جوه النوبة. يا نسمة منورانا. وجودكم شكرا. عاملة جدا. ايه؟ الحمد لله كله كويس. ازيك يا نسمة؟ ازيك؟ نسمة إيه؟ هيركي. انت قلت لنا ان احنا قلنا صح. ايوه صح. على فكره ده من يعني ده انجاز بالنسبه لنا ان احنا الاسم برافو. يعني اسم مميز، وبرده ان احنا قدرنا ان احنا نقوله مظبوط، عشان دي حاجه بتضايق الواحد غصب عنه. طيب نسمة، يعني اول حاجه طبعا تحيه ليكي وكل الاهل النوبه، ويعني الجمال. شكرا. احنا دايما عندنا كده ارتباط هنا في القاهره بالنوبه. انا عمري ما رحت النوبه، بس ولا نفسي أنا للأسف. جدا بس انا بحب قوي اتعامل مع الناس عامه من اسوان او من النوبه. صح. او برتاح كده، وتحسيهم كلهم بشوشين. أيوة. وكلهم بيضحكوا. أيوة. وكلهم عندهم كرم، فانا برتاح لهم كده من غير حاجه. يعني كان في كومنت لازم كنت تسمعيه. إيه؟ يا ريت مين قال استاذ كريم تسمعه وانا هسالك. اللبس بتاعي النهارده. أيوة ده مختار بعناية. أيوة النهارده عشان عجبني على فكره. أيوة. الالوان حلوه قوي. شكرا. عينيك حلوه بجد جدا. انا حسيت يعني فكرتيني. أيوة عارفه قلت له اول ما قريت في السكريبت في نسمه وفي نوبه وبتاع، قلت ما هو يلا بقى النوبة. هو ده. فكرتيني ببكار وانا صغير اول ما شفت ده مدحه ولا بيعمل ايه؟ لا ده خديها حاجه لذيذه. طب احنا يعني كنا دايما عندنا ارتباط بالنوبه وكده من خلال بكار ورشيده وحسونه والحاجات دي كلها اللي اتربينا عليها واحنا صغيرين. دي حاجه حلوه والله. يلا نركز. لا واحنا مميزين يعني حضارتنا وثقافتنا مميزه جدا بالالوان يعني. صح صح. طيب نسمه، خليني كده بقى اعرف منك كده، انت اشمعنى اخترتي انك تغني بالاسلوب النوبي اللي هو الشرقي؟ هل ده مثلا طبيعه ان انت اصلا من النوبه، ولا ده كان اختيارك انت كنت عايزه كده؟ بص، هو ما كانش في حاجه بالاختيار قوي. هو يعني وقت ما جه الغنى ووقت ما جيت اكتب والحن بنفسي، حسيت انه الحاجات بتطلع اصلا فيها رتم نوبي وفيها رتم شرقي. طبيعي بحكم انك بحكم كمان انه مش بس جذوري او ثقافتي او كده، لا هي كمان الحاجات اللي انا سمعتها من وانا صغيره. فالمخزون نفسه طلع بقى بالمنظر ده اللي هو فيه ميكس كده نوبي شرقي، الحاجات اللي انا يعني بسمعها وبحبها من زمان يعني. اوكي. بس هو انت عايشه اصلا في النوبه ولا جذورك بس هناك وعايشه هنا؟ لا جذوري طبعا هناك. وفي قرايب كتير ليا هناك من ناحيه والدتي ومن ناحيه والدي. وفي برضه في شق كبير في السودان. بس لا يعني انا مولوده في مصر في القاهره وعايشه في القاهره. حلو قوي. طب لو رجعنا بقى لاصل الغنى، اصلا بداتي امتى وازاي والموضوع مشي معاكي ازاي بعد كده؟ انا ابتديت في المدرسه زي قصه اي حد بيغني. بدات امتى؟ من وانا طفله. حسيت ايوه من وانا في المدرسه وكورال المدرسه، وبعدين مدرسه الموسيقى بتاعتي مدام نرمين هي اللي حست ان في ايه حاجه مختلفه يعني شويه، ف شجعتني جدا واديتني ابتدت تديني بقى دور يعني اكبر من قصه الكورال يعني. حلو. وواحده واحده بقى ابتديت يعني السوليست بتاعت المدرسه، ولغايه بقى ما اتخرجت من المدرسه ورحنا بقى الكليه وابتدى الموضوع يكبر يكبر. حلو. وهكذا. طيب نسمع، يعني خليني برضو اعرف انت متاثره بمين من المطربين اللي في النوبه؟ طبعا غير الاستاذ الكبير محمد منير ربنا يخليه لينا، اكيد احنا كلنا في مصر كلنا يعني مش النوبه بس اللي متاثرين بيه، لكن مصر كلها متاثره بيه. فممكن مين تاني ممكن يكون انت عندك تاثر بيه؟ بص انا بسمع ناس كتير قوي يعني، او ممكن يكون طلعت او يعني من وانا صغري محمد منير بنسمعه في البيت او بنسمعه مع ده الاساسي اللي هو استاذ يعني مع في خطوبه في فرح في اي تجمع عائلي. بس في ناس تانية زي حمزه علاء الدين، زي محمد وردي، زي في ناس كتير اسماء تانية. في ناس كمان هتلاقيهم ليهم بصمه او اصوات حلوه، بس ممكن ما يبقوش معروفين هنا قوي للناس بتوع القاهره او للناس اللي هي مش متخصصه قوي في المزيكا. بالظبط. بس هم معروفين طبعا اكيد في يعني
عند يعني في الكوميونتي او في المجتمع النوبي؟ طبعا معروفين طبعاً. جدا يعني. بس دي اسامي انا سمعتها من وانا صغيره، غير مش بس نوبيين، لا ناس تانية يعني، ورده، صباح، فيروز، شاذية، يعني في كل بقى الشق مين الشرقي. مين بقى من الجيل الحديث اللي ممكن تبقي عندك ارتباط باي حاجه من اغانيه او بصوته او بطريقته؟ يعني انت قلتي صباح وورده وشاديه، الناس اللي اصل انا بحب قوي الزمن الحاجات البعيد، خمسينات وستينات، ده انا بحبه قوي. كل اغاني الافلام دي انا بحبها جدا يعني. من وقتنا دلوقتي في مين؟ سؤال مفاجئ انا عارف. لا خالص، انت عارفه حاجات كتير و لا لا بس اقرب اصوات ليا عشان بحسها يعني بنتقابل شويه، يعني بحس انه في احاسيس كده زي بعض. شيرين طبعا، انغام، اصاله يعني، طبعًا في ماجده الرومي طبعا، عايده الايوبي حبيبه قلبي، فظيعه يعني طبيعة. يعني الستات دول بالنسبه لي اللي انا قلت عليهم دول، لا دول يعني اقرب ناس. طب ما تيجي نسمع حاجه بقى، اختاري اللي انت عايزاه وابداي بيه. اوكي.